استاذ تقدر تعلمها الرقص بوقت قصير؟ نريدها تصير محترفة بالرقص. هيك تقدر تقمز مثل الغزال استاذ. طبعا اسويها علوش، يا رقصة علمها. بلا زحمة، شنو انواع الرقصات اللي عندكم بالقائمة؟ مثلا صلصة. صلصة مال طماطة؟ فلامينغو. ما نعرفكو. شكو بعد؟ اورينتال. لك انت شو تقول ها؟ ليش يعني رقاصة حتى ارقص لك هيك؟ شريرة. العفو استاذ، خلاص ده تسوين انتي؟ المدرب يريد يعلمك رقص. ايه عيني، شنو عندكم بعد؟ تانجو. تانجو، تانجو اعرف هاي. استاذ علمها هاي لعد. ايه هسه تعالي تعالي خلي علمك. تعالي تعالي علمك. يلا هيجي خطوة بخطوة، خلي عينك بعيني. يلا هسه نبدي خطوة هنا خطوة هنا. لا ايه هيجي نمشي وحدة وحدة على كيفك. ترجعين الورا جاهزة. يلا شوي شوي خطوة على اليمين كلش حلو. ايش ده تسوي انت؟ ماكو غير رقص؟ احسن شي نسويها دبشة. وي دبشة؟ وي كلش قديمة انت. تانجو يعني حب يا حلوة. يلا اشوف مرت لخ. واحد اثنين هسه خلي ظهرك لقدام. ايش ده تسوي انت لك؟ انت مخبل له خلاص. ايش تسوين انتي؟ شنو تموتينه؟ اوقفي، راح تقتلين الرجال. والله الا شويه كان كملتي عمرك بالسجن. الله يا الله، وين هذا عمو سنان؟ راح اموت جوا الكنتور. مرحبا بنتي، ابوك بالبيت يا حلوه؟ بالبيت، منو اقول؟ ما عرفتني، انا عمي سنان. ما دام انت ما عرفتيني لعد حجي نعمان بحياته راح يعرفني. شنو هاللبس؟ اي غيرت شكلي حتى القى جمعه. وين جمعه يا كنتور خاتم؟ انت بس دليني علي وانا طالعه. وين وين؟ اي عمو تعالوا تعالوا انا اشوفكم. ماكو هالقد غراض هنا. مرحبا اخويا، شلونك عيني؟ خلي اشوف ايش نقدر نشتري. هاي صوت عمو سنان. يا الله ان شاء الله هو. منو هذا؟ مدير الحجز هذا عمو نعمان. حجز؟ حجز ايش؟ مدير الحجز سهاد المشتري، اللي يشتري كل شيء. الاخوان يقولوا لي يسموني سهاد الارنب. عيني هالاخ المدير جاء على المكتب، قال منو حجي نعمان؟ وين بيته؟ واحنا جبناه هنا، عرفنا شغلنا وجبناه هنا يمك. يعني انتو جبتوه على مود يحجز بيتي مو؟ يعني لو كان جلاد وجاي علي هم يقص رقبتي هم كان جبتوه هنا يا اغبياء؟ دقيقة عيني، دقيقة، ما اسمح لك تحكي على موظف بالدولة وتقول عليه جلاد. انا مدير حجز، مرتك صارفة بطاقة الائتمان واكو عليك كوم ديون، افتهمت عيني؟ ولا تناقش ابد. انا هسه لازم احجز على هذا الكنتور. ايه يلا اخذوا لعد. اكفو لا. نعمان ايش يصير هنا ها؟ سمينة روما وسرطان وفلوس حجي نعمان، راح اموتك اليوم. والله وبالله الا موتك اليوم. على كيفك عمو نعمان، اهدي شويه. نعماني احلف لك انا ما كنت اعرف عندنا ديون، لو اعرف شلون ما اقول لك. صفية مصيتي دمي واكلتي لحمي وعظامي وخلصتيني، راح اموتك. شي خاصك اليوم؟ تعي. وقف وقف. الله يا الله. اخوان رجاء خلونا ناخذ هذا الكنتور ونخلص شغلنا اللي جينا على مودا. ممكن تساعدوني؟ يلا ساعدوني حتى نشيل هذا الكنتور. طبعا طبعا يساعدوك. عمو حميد عمو احمد يلا ساعدوه. وش غبية انت وياي علي؟ يلا هوب. ما نقدر نشيل هاي اخويا استاذ قصدي. كلش ثقيل هذا. لان مليان. دقيقه هسه انا ما يصير ما يصير ما يصير. ليش ما يصير اختي؟ انا احجز الكنتور هو وغراضه. يلا اخوان توكلوا. هسه من عطس؟ انا اللي عطس، تعذرني مستبرد. سلامات سيد مدير الحجز. يلا اخوان تفضلوا شيلوا. سهل عليك كلمه شيلوا يا معود، والله انكسر ظهرنا. تمام اخوان، ممكن جنابك تساعدهم انت همينه؟ انت تحجز كنتوري وفوقها تدني اساعدك؟ شلونك انت زين؟ والله ما اعرف عيوني انت. يلا تعال يعني بابا لا شيل ولا شيء. يلا يلا عوفوا الكنتور عوفوا مكانه.
تيس الأسود؟ تيس الأسود؟ أنت إيش عندك بداخل الكنتور ولك؟ إيش جابك هنا؟ أنا أوضح لك بابا نعمان. إي وضح لي بالله؟ شو توضح؟ دقيقة أخوي اهدأ على كيفك، أنا أحجز الكنتور ويا هذا الرجل. إيش بيك حميد ما قدرت تشيل الكنتور؟ ما تقول إيش بيك؟ يا معود الكنتور كلش ثقيل، شلناه بعدين طلع هذا من عنده، سنان والله أنت غريب. سنان هم؟ وين سنان؟ أنا اسمي سهاد. وقعت سنوني. حج نعمان راح اموتك هاني لك يا ملاعين الله يلعنكم لك هاي سويتوا تتسوون شنو هاي شنو هاي شو هيك